الاهتمام بصحة السيدة المصرية هو من أهم أولويات مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي، لذلك قامت المؤسسة بإطلاق يوم التوعية عن سرطان الثدي بحضور عدد من الأطباء والاستشاريين المتخصصين في الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي. النهاردة احنا عندنا توعية شاملة للسيدات، من تغذية، من دعم نفسي للسيدات الأصحاء. ازاي ان التوعية مهمة جدا، ان هم لو عملوا كشف مبكر لو لا قدر الله اي حد عنده سرطان ثدي بيتم شفائه باكتر من 98%، وده هدفنا ان احنا نكتشف المرض بدري علشان نقدر نقضي عليه. اليوم شهد جلسات للتعريف بأهمية الكشف المبكر وتثقيف النساء حول عوامل خطر الإصابة بسرطان الثدي وأعراضه والوقاية منه، وتعزيز خيارات نمط الحياة الصحي للحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي، وتقديم الدعم والموارد للنساء المصابات بسرطان الثدي. احنا في بهام مؤمنين قوي بفكرة التطوع الدعم النفسي من بداية بنى المستشفى من 2015، واحنا متواجدين في القسم ومتواجدين بالمتطوعين بتوعنا الشباب اللي هم بيقدروا ان هم يساعدوا كل حربة موجودة. الدعم النفسي مهم قوي في رحلة العلاج. الأهم في علاج السرطان هو اكتشافه مبكرا، وده مش هيحصل غير لما يكون عندنا وعي كامل وتفهم، لأن أنا ممكن مرة أروح في السنة أعمل فحص أو أعمل إشعة ماموجرام وسونار أطمن بيه على نفسي، عشان لا قدر الله لو في إصابة بأي شكل من الأشكال يكون في مرحلة مبكرة فنقدر نوصل لنسب شفاء عالية. وتستمر مؤسسة بهية في مشوارها بالكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه، لتقديم يد العون لسيدات مصر من خلال المؤسسة التي تقدم خدماتها، بداية من التشخيص مرورا بطرق العلاج المختلفة وصولا إلى الدعم النفسي خلال العلاج وبعده.